السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ كوكي كوكي كيتشن عنابة القناة العنابية. اليوم خواتاتي طلعت عليكم بفلوغ هكا قصير باش نخرجكم شوية من هذاك الجو تاع الكوزينة والتعب تاع رمضان، ونشكر كل وحدة يعني فطرت عائلتها وطيبت لهم هذيك أسهل الأطباق والتحليات وتعبت فريمون معاهم. ان شاء الله يكون مقبول صيامك، وان شاء الله يكون في ميزان حسناتك. ان شاء الله اليوم كما قاعدين تشوفوا يعني خرجنا ضربنا تحويسه خفيفه باش نخرج شويه من هذاك الجو تاع الكوزينه. انا بطبعي يعني نديغوتي كنديغوتي يعني من لا كوزين سي بون، ما عادش ندخل لها. وهدي نصيحه نعطيها لكل وحده ديغوتي انها تطبخ، يعني ما تدخليش كوزينه فوق قلبك، لانه الماكله تاعك يعني مش رايحه تجي بنينه ومش رايحه تجي ملاحه. يعني كل حاجه عطاها كارها. خرجنا شمينا شويه هوا ورحنا فريمون حنايا كما تعرفوا في عنابه يعني منطقه سياحيه. دركا بدا يدخل موسم الاصطياف، ومع هذا الحجر كما قاعدين يعني كل نمر عليه، ان شاء الله يا ربي يرفعوا علينا في اقرب وقت ونرجعوا نمارسوا حياتنا طبيعيه. خرجنا عدينا شويه على كورنيش، يعني هذه لابلاج دخله تاع لي بلاج تاع عنابه في البولفار. من بعد شدينا الطريق وطلعنا حتى لمنطقة سرايدي يعني المعروفة في عنابة جبال سرايدي ولا جبال الإيدوغ، وهذا نزل المنتزه المعروف في سرايدي. كما قاعدين تشاهدوا يعني الجو كان رائع، جو أكثر من أنه ربيعي صيفي، جو مشمس، الهواء نقي. يعني انا يا فريمون تنفست هذاك الهواء، رجعت فيا الروح وتكلميت، يعني مورالي روحت به بيان. سا شانج ان بو. كيما قاعدين تشوفوا هذه الطريق تاع لي بلا، واحده من لي بلاج المتواجده في منطقه سرايدي. فقط الصوره راهي تعبر على نفسها، يعني فريمون العبد كي يشوف هكا راح يكون شويه سيرفو تاعو يعني كيما نقولوا دفي دونجا. اني خليكم مع الطبيعه باه تريحوا شويه النفسيه تاعكم، حتى اللي ما خرجتش تتمتع بهذه المناظر الخلابه في منطقه عنابه. ويعني ما صورتش مليح مليح اكثر من اني استمتعت بالوقت تاعي وبالمناظر هذه اللي كيما قلت لكم ترد النفس. يعني خرجنا انا وراجلي وولدي، بطبيعة الحال يعني بدلنا جو يعني فريمون فريمون مناظر رائعة في بلادنا. وعلى بالي بلي دزاير كاملة فيها، كل منطقة فيها مناظر خلابة، وهذه من سمات الجزائر. يعني هنا الحاجة المميزة في منطقة سرايدي أنها تتلاقى الجبال مع البحر، مناظر يعني فريمون ما نقدروش نشوفوها غير في الطبيعة، سبحان الخلاق. نتمنى أنكم تزوروا مدينة عنابة اللي ما يعرفوهاش وتتمتعوا بالمناظر تاع عنابة. شوفوا هنايا يعني هذه حاولت اني نقرب لكم لافوتو، يعني الجبال مع منطقة البحر كما قاعدين تلاحظوا رائعة. وتشوفوا هنايا الهواء كيفاه تتنفسوا هذاك الهواء النقي، فريمون راح تستمتعوا وراح تتمتعوا وراح تريحوا بالكم. انا حاولت اني نهرب من الجو تاع لاكويزين، يعني اقصى ما عندي هدايا كما قاعدين تشوفوا فيه ولدي راهو هنا يهبط قاعد يلعب في الطبيعه. وهنايا هذه المناظر كما قلت لكم من منطقه سرايدي. ان شاء الله في الايام الجايه وفي المواسم الجايه ان شاء الله
راح نحط لكم نعرف لكم مدينة عنابة أكثر فأكثر، والمناطق المتواجدة فيها، يعني اللي يحب يجي يزورها نقوله مرحبا بيك. وعنابة تحب الناس الكل، تحب 48 ولاية. إن شاء الله تكونوا يعني ضربتوا معايا طلة في مدينة عنابة، وهنا حبيت نصورها لكم يعني من الفوق. هدية مدينة عنابة كامل من المنطقة تاع سرايد، يعني أعلى منطقة في عنابة. هنا حاولت أني ندي فقط مقتطفات باه تشوفوها. أني عنابة كما تعرفوا مدينة ساحرة، وان شاء الله تكونوا يعني خرجتوا شويه معايا بهذه المناظر من هذاك الديكوتاج اللي حاكمنا الكل، ونرجعوا بقوه لكويزين، ونرجعوا ان شاء الله لحياتنا الطبيعيه. ودركا ما بقى لي نقول لكم غير سلام.